سيد الرئيس حضرات المستشارين، هذا المتهم قد ثبت ارتكابه جرم السرقة في منزل تلك السيدة البريئة. هو يستحق العقوبة القصوى المنصوص عنها في قانون العقوبات. شاهد الحقد الظاهر في عينيه الذي يعزز ارتكابه الجريمة عن سابق تصور وتصميم. أما محامي الدفاع يحاول الدفاع عن ماذا؟ عن الحق؟ عن العدل؟ أم عن المجرم؟ هلأ ما ناقصك إلا بيت لتصير رجال البيت. القرض السكني من بنك عودي.